كيف يمكننا أن نتعلم التنويم المغناطيسي عن بعد؟ أنا المدرب الماستر أحمد إنديا، كبار المدربين في مجال التنويم المغناطيسي على الصعيد العالم العربي أزيد من 8 سنوات. نحن من المغرب، من مدينة مكناس. في أشخاص يريدون تعلم التنويم المغناطيسي ولكن هم في مدن بعيدة على مدينة مكناس، أو في أشخاص من الجزائر أو تونس أو مصر أو دول الخليج من السعودية أو قطر الكويت وبعض الدول الأخرى، ويريدون التعلم على يد الماستر أحمد إندي الذي هو كبار ممارسي التنويم المغناطيسي على صعيد العالم العربي. فكيف تكون هذه الدورة التكوينية عن بعد؟ الدورة التكوينية عن بعد تكون عن طريق تطبيق التليجرام. الدورة هي عبارة عن رسائل صوتية تعطي أهم النصائح وأهم التكنيكات الخاصة بممارسة التنويم المغناطيسي باحتراف، وتجعل الطالب يحترف من أسبوعه الأول، لأنها الدورة التكوينية عبر تطبيق التليجرام تركز على التطبيق أكثر مما هو نظري، وتعطي أهم الأسرار الخاصة بالتنويم المغناطيسي العلاجي أو الاستعراضي. فالدورة التكوينية تكون عن طريق التليجرام، عبارة عن صور ورسائل أو تسجيلات صوتية وكذلك بعض الفيديوهات. أهم شيء هو أن الدورة عن بعد تجعل الطالب يحترف بشكل كبير. بعد ما الشخص يأخذ الدورة التكوينية عن طريق تطبيق التليجرام عن بعد، وهذه الدورة فهي جاهزة ومسجلة، عندما تدرس الدورة من بعد نعمل معك امتحان، وكذلك إذا احتجت أي مساعدة أو أي استشارة أو أي استفسار فنحن نساعدك بالتفصيل الممل. فكيف ستطلب هذه الدورة الخاصة بالتنويم المغناطيسي؟ أول شيء ستواصل معنا على الواتساب حتى نعرف ما هي الدورة التي تريد، هل دورة التنويم المغناطيسي العلاجي أم الاستعراضي أم الذاتي. بعد ما نعرف الدورة التي تريد، في تلك اللحظة نعطيك سعر الدورة. من بعد ما نعطيك سعر الدورة والمزايا الخاصة بها وماذا سنعطيك في هذه الدورة بشكل أكثر، لأن الدورة التكوينية في بعض الأحيان نعطي فيها كتاب PDF سعره 80 أورو مجانا، وفي بعض الأحيان نعطي فيها ملفات صوتية وتوكيدات يصل سعرها إلى 300 يورو مجانا. فلذلك سنعطيك سعر الدورة. من بعد ما نعطيك سعر الدورة فإنك تدفع عن طريق الويستر يونيون لو كنت في دولة خارج المغرب، أما إذا كنت في المغرب فإنك تدفع عن طريق السيهاش أو عن طريق كاش بليس أو عن طريق بريد كاش. من بعد ما تدفع رسوم الخاصة بالدورة التكوينية ترسل لنا صورة التحويل، ومن بعد تقريبا 6 ساعات فإننا نرسل لك الدورة التكوينية الخاصة بك التي ستجعلك محترف جدا في التنويم المغناطيسي تقريبا ممكن من أسبوعك الأول. فمن بعد ما نرسل لك رابط الدورة التكوينية الخاص بنا تبدأ بدراسة الدورة، ثم من بعد ما تشعر بأنك وصلت للاحتراف تتواصل معنا ونعمل معك امتحان بسيط لنتأكد هل أصبحت محترف جدا، ثم من بعد نرسل لك شهادة تكوينية خاصة بالتنويم المغناطيسي. وها أنت أصبحت محترف جدا في مجال التنويم المغناطيسي، وأصبحت ممارسة التنويم المغناطيسي عندك مثل شرب الماء، وأصبحت معك شهادة تكوينية، وأصبحت طالب من طلابنا المحترفون في مجال التنويم المغناطيسي. هكذا يتم التسجيل في الدورة التكوينية الخاصة بنا عن بعد. إذا كنت مهتم وتريد طلب هذه الدورة التكوينية ويصبح عندك مهنة قوية في مجال التنويم المغناطيسي، ما عليك فقط التواصل معنا الآن.